اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم لك الحمد كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الحمد حمد الذاكرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم شفع فينا الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه الخير. اللهم ارحم الشيخ زايد وتقبله في الصالحين، وأكرم نزله ووسع مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا سلطان الشارقة، اللهم ارزقه عمرا مديدا وعملا سديدا، واغفر لوالديه ونجليه وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.